السلام عليكم جميعا يا عالمين، يعطيكم الف عافيه واسعد الله جميع اوقاتكم. الان احنا في الملعب وجالسين نرتب المايكات ونركبها، بس ابغى انزل صوره وابغاكم كلكم تشوفوها، وبعد الصوره لنا حديث ان شاء الله. طبعا الصوره ما شاء الله تبارك الله حاجه لا يعلى عليها، حاجه ممتازه جدا يا فرسان يا عالمين. فالان بمنظر جميل جدا في مباراتنا الاخيره، لانه كلنا وحدنا اللون. فالمطلوب منكم يا اخوان عشان نطلع بمدرج جميل زي المباراه اللي فاتت، لازم كل واحد يلبس تيشيرت اصفر، ولازم يكون حضورنا من الساعه 4 الى الساعه 5 زي ما نوهوا عليكم الاخوان الله يديم العافيه. فلازم لازم لازم يا شباب ننضبط بالامور هذه عشان نطلع بحاجه حلوه في المدرج، وفي نفس الوقت نسوي عمل جميل مشرف لنا. يعطيكم الف عافيه وفالنا الفوز بحول الله.